السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة محمود الدرة، خفاش الظلام وجندي إبليس في كندا يسخر من القضية الفلسطينية ويمجد الكيان الصهيوني. بصراحة أنا كنت عايز أقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير، وأدعوكم للبهجة والسعادة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. لكن فوجئت بواحد من أبناء مصر ولكنه يعيش في كندا، وكل تصرفاته منافية تماما للدين الإسلامي وتعاليمه، يسخر من القضية الفلسطينية ويمجد الكيان الصهيوني. مش مصدقني؟ ماشي، انا هسيب لحضراتكم اللينك وعمل له قناة، عشان لو عمل ابلاغ ولا ريبورت ولا حاجة تروح القناة في 60 داهية، مش مشكلة، ما تلزمنيش. اسمعوا اسمعوا براحتكم. فلسطين اساسا اللي بتعمل دلوقتي التستنج بتاعها، اسرائيل مش عارف عملت ايه في التقدم في السرطان. اسرائيل اللي مين هيخرجها؟ فمين هيخرج فلسطين؟ انت يا ابني انت دماغك في زبك يا ابني، 24 ساعة تحرر مين؟ تحرر مين ولا تعمل؟ انت بتصحى من النوم بتاعك قد كده تخش الحمام، مش عارف اصلا تبرطف، فاهم؟ مش عارف تخش تستخدم الحمام، تروح المدرسة ترجع اول حاجة بورنهاب. انا عشت واخدين بال حضراتكم؟ وهحط لحضراتكم اللينك بتاع الفيديو، اتفرجوا واسمعوا براحتكم. احنا في الظروف دي بندعم اخواتنا في فلسطين. طبعا الموضوع ده المفروض امر الحكام العرب. احنا كمواطنين نقدر نعمل ايه؟ نقدر ندعم الأخوة الفلسطينيين بالدعاء، بالدعاء، ده الدعاء بيرد القدر. ولو الحكام طلبونا نروح نحارب هنروح نحارب. وخلي بالك يا درة، هيجي وقت من الأوقات أخبرنا بذلك الدين الإسلامي، سينطق الحجر والشجر، سينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم تعالى ورأي كافر فاقتل. فلسطين والقدس عاصمة فلسطين قضية كل المسلمين، قضية كل المسلمين وكل العرب. فلا تسخر ممن يدعم هذه القضية. الأطفال بيموتوا دلوقتي، فيجب أن ندعم هذه القضية. طب الأخ ده صراحة لا يشرفني أن يكون أخ، ولا يشرفني أن يكون مسلم لأنه عار على الإسلام، يسخر من القضية الفلسطينية ويدعم ويمجد الكيان الصهيوني، وعايز يعمل إيه تاني؟ موجود برضو في الحلقة، عايز يفتح صلاة دعر وعهر وانحلال واستريبتيز داخل مصر وبيسميه بيزنس. ما هو ده بيعمل بالكيان بالمبدأ اللي بيقول إيه؟ مبدأ الأمير، كتاب الأمير، اللي هو الغاية تبرر الوسيلة. مش مشكلة أجيب ملايين إزاي، المشكلة يبقى معايا ملايين على حساب عرضي، على حساب شرفي، على حساب قتل البشر، لأن هو بيدمر الشباب بالهرمونات. ومعلش أنا بعتذر لأهله، كل عيلة فيها فرع مايل، ما تزعلوش مني،
بس الكلام ده بيعمله وهو مسجل صوت وصورة. طبعا بينشر البزاءة والسفالة والانحطاط داخل حلقاته داخل فيديوهاته، ويعلم الشباب كيفية شرب الحشيش، جايب شيشة وعمال بيشرب في الحشيش، وصايم في نهار رمضان وبيسخر من الدين الإسلامي. يقول لك ايه دعاء الخبث والخبائث؟ يعني ايه دخول الحمام بالرجل اليمين وتطلع بالرجل الشمال، ولا دخول بالشمال وتطلع بالرجل اليمين؟ بيقلس بيقلس على العقيدة. ده الهند، الهند اللي بيعبدوا البقر. اقف كده في الهند اللي هما بيعبدوا البقر واتكلم على البقر غلط، هتتذبح هتتسجن على طول. ما بالك ده الدين الإسلامي خاتم الأديان، سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. أنت مش مقتنع بالدين الإسلامي، براحتك اطلع منه، ولو أنك أساسا مجرد اسم في بطاقة. وأنا متأكد من كده، اسم في بطاقة. الصيام خلي بالك ركن من أركان الإسلام الخمسة، يشترط أن تكون مسلم أن أنت تصوم. ما صمتش فقد أسقطت ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، الصيام. طيب أولا بقى بيعمل إيه في البزاءات؟ تبص تلاقيه طول الفيديو فيه شين خا، فيه شين خا، الحموها أنتوا في بعضيها. يقول لك إيه؟ أنا حقا أعترض الاختصارات، ألف حا ألف. يقول لك يجيب لك اعضاء 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 بقى ذكريه وانثويه طول الفيديو، عمال بيشاور بدراعاته طول الفيديو، سب اديان طول الفيديو، وبعدين يدمر الشباب بالهرمونات. ما هو من يفتقر، من يفتقر او لا يؤمن بتعاليم الدين الاسلامي ومنهجه في الحياه منهج ميكافيلي، أنا النهاردة عايز مليون دولار، عايز بيت ب 900,000، مش مشكلة بقى، مش مشكلة، قاتل لي آلاف الشباب المصريين والعرب وفي العالم بالهرمونات، أفتح صالة دعارة وعهر في مصر، بقول لك طبقاً للقوانين، لا يالا جدع يالا، قد يكون الشيء قانوني لكنه لا يرضي الله ورسوله. وفي الاخر تقول لوالدتك يا ماما والله انا ما بديش حد هرمونات. بص تكلم اقول لك من انت، مبادئك كلها معلنه في الفيديوهات، وجاي في عز مولادنا وستاتنا وبناتنا واخواتنا في فلسطين بتسخر من القضيه الفلسطينيه وتسخر من يدعمها. طب حتى خليها يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. يعني أنت النهاردة مش قادر بإيدك، طيب يبقى بلسانك دافع. حرام يا جماعة، حرام حرام، عيالنا الفلسطينيين، أطفالنا وبناتنا الفلسطينيين، وزوجات إخواتنا الفلسطينيين، وأمهاتنا وآبائنا بيتبهدلوا وبيتضربوا وبيتهجروا من بيوتهم. والحته اللي هناك دي اللي فيها المشكله دي دلوقتي، المفروض ان هم منتظرين عقود من قبل 1967، والصهاينه بيمطلوهم، فاحنا المفروض ندعمهم. دول اوروبا وكل الدول، ده رئيسه البرازيل يا راجل بتدعم القضيه الفلسطينيه. يجي ابني اللي محسوب على الاسلام يعمل كده في الفلسطينيين ويسخر منهم؟ لن أستطيع القول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولو أي حد بيسمعني شاف الفيديو ده، أنت سايب ابنك إزاي يسمع بكابورت مجاري زي ده؟ هيطفح في وشه، هيطفح في وشه، هيلقط منه كل القاذورات اللي بيعملها. ده بكابورت مجاري متنقل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سوء الخلق، سوء الخلق. انت طالع منين وبكابورت؟ قالوا ماسورة مجاري طلعتك، انت لسانك بيسقط قاذورات
وإيذاء لجميع البشر، مش راضي عن القضية الفلسطينية، لا تتحدث فيها. إزاي تدعم الكيان وتمجد فيه؟ لابد أن تنكره، لابد أن تنكره بالفعل. قد يكون هناك حقيقة أو تفوق معين ماشي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لولا أخاف على فتنة عبادي المؤمنين لجعلت للكافرين بيوتا سقوفها من ذهب ومن فضة. الدنيا رايحة باللي عليها، مش حتة عربية وحتة بيت وكلب عمال تبوس فيه ال 24 ساعة، وبعدين تقول لي أنا حاسس إني لونلي ووحيد. أنا لونلي ووحيد. إيه اللي لون لك ووحيد دي يالا؟ مش معاك يالا وليا قاعدة في البيت يالا، لون لك إيه يالا؟ أنت عايز إيه يالا؟ ما تشوف حد يؤنس اللونلي والوحدة بتاعتك يالا. أنت إيه نظامك بالظبط؟ هومو ولا إيه؟ شوف حد يريحك، ما عندناش إحنا حد يريحك. إحنا بالصلاة على النبي كلنا مسلمين ومؤمنين، حتى أهل الكتاب يدعموا القضية الفلسطينية، حتى اليهود يدعموا القضية الفلسطينية. انت بقى راجل صدقني انا شاعر فيك، انت فيك كل علامات السودومست، النيجاتيف سودومست. سيرش فور سودومست، نيجاتيف سودومست. اللي انت بتعمله ده حسبنا الله ونعم الوكيل. وزي ما قلت لك اتدمرت في اللعبة وبطلت اللعبة نهائيا، مع انك لسه في الثلاثينات عيل صغير مشحة بطلت، ولسه التدمير قادم. افرح بقى بالبيت اللي انت لميته من دم العيال اللي ضربتها هرمونات، وافرح بقى بالباي بال. مشكلة جمع الفلوس، المشكلة انك تجمع الفلوس بمبدأ هو ده قمة الغنى. دمتم ربنا صحة وعافية، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدلية ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. يا ريت كلنا ندعم القضية الفلسطينية بالدعاء باستنكار ما يفعل فيهم. كلنا بندعم القضية الفلسطينية وربنا معاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.